مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يستأنف جلساته العامة بمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والتي جاء على رأسها مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018-2019 إلى 2020-2021، حيث تم استعراض تقرير اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع القانون. تأتي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021-2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018-2019 إلى 2021-2022، لتكون أول خطة تناقش في مجلس الشيوخ بعد قانون إنشائي وبعد أن حدد دستور مادته في مادته رقم 249 أن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ويبلغ المجلس رأيه فيها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. وانطلاقاً من هذا وإعمالاً لنص المواد 130 و 131 و 132 من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد قامت اللجنة بدراسة وثائق الخطة المحالة إليها ومشروع القانون المعروض، وتبين لها أن الخطة العام الرابع جاءت في ظروف استثنائية نظراً لما يسود العالم حتى الآن من أوضاع تحمل في طياتها تبعات استمرار انتشار جائحة كورونا وما نتج عنه من أثار غير محمودة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأغلب دول العالم، حيث انكمش نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 4.9% في عام 2020، بينما سجلت الاقتصاديات الناشئة والنامية تراجعاً بمعدل 3.3%، كما تراجعت التجارة الدولية بمعدل 8.5% في عام 2020، وارتفع عدد العاطلين بالعالم إلى 190 مليون عاطل في 2020 مقابل 188 مليون بعام 2019، علاوة على توقف الاستثمار العالمي في عديد من المجالات وتكبد السياحة العالمية خسائر ضخمة قدرها 935 مليار دولار بسبب إغلاق الحدود والحجر الصحي، مما أدى إلى تراجع عدد السياح في العالم بمعدل 72% في 2020، وغيرها من الآثار الأخرى التي واجهت عديد من الدول، مما اضطرها لاتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية الاستثنائية لمواجهة الأزمة وتبعاتها. وعلى الرغم من هذه الصورة غير المحمودة في أغلب دول العالم، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام تداعيات الجائحة، وجاءت أغلب نتائجه ومؤشراته الاقتصادية في الإطار المقبول. من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن الدولة تبنت البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أسفر عن تصاعد معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.6% عام 2018-2019 وخلال النصف الأول من عام 2019-2020، كما استعرضت الإطار التنموي والمستهدفات الرئيسية لخطة 2021-2022 والمرتكزات الرئيسية للخطة، والتي يأتي على رأسها الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية بالتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030. استطاع الاقتصاد المصري في نهاية العام المالي الماضي أن هو يحقق معدل نمو 3.6% في حين اقتصاديات العالم كلها شهدت انكماش، كان كل اقتصادات العالم فيما عدا الصين كانت بالسالب. الاقتصاد المصري استطاع أنه يحقق معدل نمو موجب خلال نهاية العام المالي الماضي، وأيضا نستهدف في هذا العام اللي هو بدأ من بدايته في أخذ الجائحة، يعني العام المالي الماضي، يمكن الجائحة حصلت في الربع الأخير من العام المالي الماضي، هذا العام الجائحة بدأت معنا مستمرة من العام المالي الماضي إلى من الربع الأخير إلى كل هذا العام المالي في حتى نهاية يونيو من هذا العام. ورغم هذا أيضا نتوقع أن احنا أيضا نحقق معدلات نمو موجبة تقترب من 3%، بنستهدف إن شاء الله أن احنا نحقق 2.8%. الشيء المهم الحقيقة أنه معدلات النمو زي ما بنقول دايما هي شرط كافي ولكنه ليس شرط ضروري، يعني معدل النمو شيء جيد ولكنه ليس شرط كافي، لأن احنا النهاردة بنتكلم على 3 أضلاع لمثلث مهم جدا في الاقتصاد، هم معدلات البطالة، معدلات التشغيل، واستقرار المستوى العام للأسعار. ودايما دول بقول عليهم هذا المثلث بالنسبة لنا في الاقتصاد، دول مثلث هام جدا. ليه؟ لأن أنا وأنا بحقق معدل نمو ممكن أحقق معدل نمو موجب، ولكن معدلات البطالة تتزايد بشدة،
ممكن أحقق معدلات نمو موجبة، ولكن معدلات التضخم ترتفع بشدة تلتهم كل آثار النمو اللي احنا ممكن نحققه. ولكن الحمد لله بفضل التوازنات اللي مؤسسات الدولة، الحكومة وكل مؤسسات الدولة تعاونت على تحقيقها وكل الجهود، استطعنا ان احنا نحقق توازن، فنحقق معدل نمو موجب مع معدلات بطالة منخفضة مع استقرار في مستوى العام للأسعار. وبالتالي هذا التوازن الحقيقة يحسب إلى الحكومة وكل مؤسسات الدولة إن إحنا قدرنا نحقق هذا التوازن. من جانبهم أعرب النواب عن رأيهم في مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أود أن أشيد بما استهدفته الخطة من التعاطي من العديد من المشكلات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لسنوات طويلة، ولم تثنيها الظروف الصعبة لجائحة كورونا عن الالتزام بهذا الهدف. كحزب حماة الوطن بسمن ونشكر اللجنة على المجهود الكبير اللي تم خلال الفترة اللي تم انعقادها أكثر من مرة، وإحنا موافقين على القرارات اللي اتخذت باللجنة. إننا من حيث المبدأ نوافق على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021-22، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة 2018-2022. نشكر الفرصة التي تتيح لنا أن نقول بمنتهى الفخر أمام هذا المجلس الموقر أنه أصبح لدينا في الدولة المصرية ملف إدارة أزمة، والذي غاب عنا طويلا. الحقيقة يا فندم أنه لولا الإجراءات الإصلاح الاقتصادي قام بها فخامة الرئيس وحكمته في الإصرار على إتمامها وقدرة الشعب المصري على تحملها إدراكا لمصلحته وإعلاءا للمصلحة الوطنية لما نجحت الدولة في عبور أزمة كورونا. أصبح لدينا ملف إدارة أزمة حقيقي، أصبح لدينا دولة تحترم المواقف وتحترم شعبها وتحترم إدارة الأزمات التي تحصل لهذا الوطن. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باسم التنسيقية من حيث مبدأ نوافق على مشروع الخطة، وبس عايزين نضيف أنه نتوسع أكثر في الإجراءات التي تخفف عن الطبقة المتوسطة والتي تتيح لهم الحياة كريمة أفضل في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي. أؤيد من حيث المبدأ القانون، ولكن في بعض النقاط اللي أحب أشير ليها. أول نقطة أشير ليها إن إحنا في نقط قوة في هذا القانون، أنه اعتمد على المؤشرات الدولية والمؤشرات العالمية، وهي نقطة إيجابية ملموسة زي ما ذكر تحديدا مؤشر ممارسة الأعمال، وذكر فيه أننا تطورنا من سنة 2018 من 128 تصنيف مصر إلى 114 في سنة 2020. أوافق من حيث المبدأ، وأتوجه بالشكر للسيد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، على مجهودهم وعلى تقريرهم الوافي. أؤكد على الحكومة الالتزام بأن تأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة في مجال الشؤون الخارجية والدفاع والأمن القومي، وفي مجال الطاقة والبيئة والتنمية المحلية والنقل، ومجال التعليم والبحث العلمي وكافة قطاعات الدولة. وافق على هذا التقرير على مشروع القانون. شكرا للرئيس. نحن الآن في حالة فريدة، وجود الزعيم عبد الفتاح السيسي كقائد مخلص وطني أعاد لمصر مكانتها، وأعطى الشعب المصري ثقة أن يتحمل من خلال هذه الثقة كل معطيات الإصلاح الاقتصادي التي تأثر بها المواطن، ولكنه مع مرور الوقت بدأ يحس بأن هذا الإصلاح كان في صالح مصر وشعب مصر من أجل بناء جمهورية حديثة. أوافق على التقرير، وأتقدم بخالص الشكر للجنة على تقريرها المهني المتميز، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الحكومة التي تحقق هذه الدرجة من الانضباط في التخطيط وضبط عمليات إدارة الموارد الاقتصادية لتحقيق رؤية مصر في التنمية المستدامة. أوافق من حيث المبدأ على ما انتهت إليه اللجنة، ولكن اسمحوا لي بعد إذن حضراتكم بأنه
يجب الإشادة، وأنه لا يجب لا يمكن تحقيق أهداف استراتيجية الدولة في إطار رؤية مصر 2030 إلا من خلال الارتقاء بالعنصر البشري والارتقاء بمستوى الخدمات وتوفير فرص عمل حقيقية سريعة. ووافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018-2019 إلى 2020-2021.